أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما علم الرسول الله الرسول الشعر وما ينبغي له، لا يليق بالرسول محمد أن يكون شاعرا، وإن كان من الشعر حكمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقر بعض الشعراء قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله، ألا كل ما خلا الله باطل. الجزء الأخير لا نعتمده من كلامه ولم يعتمده الرسول، إذ قال الشاعر: وكل نعيم لا محالة زائل، نقول نعيم الجنة لا يزول. فالشاهد أن الشعر وإن كان منه حكمة، أن الرسول استنشد بعض الصحابة أشعارا، فأنشد بيتا الصحابي بيتا فقال النبي: هي حتى أنشد 100 بيت، وقال الحسن: هجهم وروح القدس معك، هجهم وروح القدس ينافح عنك، اللهم أيده بروح القدس. لكن الرسول نفسه ما علمه الله الشعر، وما يليق بمقام النبوة الكريم والرسالة العظيم أن يكون معه شعر، أن يكون. ولذلك أحيانا الرسول قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. ومر يقول: فانصر المهاجرة والأنصار. لم يستقم الشعر على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتعليم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو أي ما الذي يتلوه عليكم إلا ذكر وقرآن مبين، موضح للحلال والحرام، موضح لما نحن فيه وما هو آت وما كان فيه من قبلنا، موضح لما يرضي الله، موضح لأحكام الله وشرائعه، لينذر من كان حيا حي القلب، ويحق القول الذي كتبناه على الكفار، ويحق القول على الكافرين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.